اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل مع بعضينا كده حاجات بسيطه وسهله، ولكن في فكر طهوي. صينيه الرقاق باللحمه او صينيه الرقاق بالسجق، صينيه الرقاق بطريقه مصريه جميله لها تقاليدها ولها اصولها في الريف المصري والصعيد المصري، وبتتعمل بكذا طريقه. ولو اتنين امهات توأم مولودين هيكون الطعم مختلف من ام الام ومن اخت الاخت. ازاي يا عم الشيف؟ معانا رواق يا اما ناشف يا اما طري، لحمه مفرومه. السلطه بتاعت النهارده سلطه البنجر، سلطه طفوليه الاطفال بيحبوها لان هي بتلون شفايفهم بعد ما بيكون. انا شخصيا بحبها، بحس فيها كده قوه من الدم والشكل. فنعمل البنجر النهارده، وده بيعالج الانيميا على فكره، والانيميا ممكن تيجي للكبار والصغار في نفس الوقت. معانا الطبق الحلو النهارده المهلبيه. المهلبيه لما بتتعمل لها اصولها، والمهلبيه لما بتتعمل ممكن تحطها في الثلاجه ترجع متجمده وناشفه ومشققه وشكلها مش حلو. المهلبيه لها اصولها النهارده وطعم تاني وتفاصيل صغيره هنعملها مع بعض بالقرفه بجوز الهند بالحبهان بالشوكولاته. هنشوف هنعملها مع بعض ايه، بالتاكيد هتعجبكم ان شاء الله. طبق حلو كده ممكن تزور بيه اصحابك، الجار، جبران الخاطر، حاجات لطيفه وجميله نصبح على جيراننا بيها. انا مش عايز اطول حضراتكم لان الحلقه بتاعتي فيها شغل، فيها تفاصيل طهويه، ممكن تفاصيل صغيره ولكن بتاخدنا لطعم قوي جدا وكمان طعم جديد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن طعم جديد، وفي نفس الوقت كمان بتقدري تعملي الحاجه اللي اولادك بيحبوها ولها تراث قديم. يعني ايه يا عم الشيف؟ صينيه الرقاق بنعملها في العيد الكبير في المناسبات لما يكون عندنا لحمه مفرومه عايزين نغير الطعم، ممكن نعملها بالجلاش، نعملها بالرقاق الطري، نعملها بالرقاق الناشف حسب الرغبه. الرقاق على الطري بالذات غير الناشف عشان تحافظ عليه لازم تغلفيه كده علشان ما ينشفش منك. حلو الكلام ده. بياخد شربات يا شيف، بياخد شوربه، هنشوف مع بعض نعمله مع بعض ازاي. اه ده الرقاق الطري بتجيبيه من الراجل الطيب بتاع الكنافه بتاع القطايف، وده بيتباع طبعا في كل المناطق زي الفل، او تقدري تعمليه في البيت. عباره عن كوبايتين دقيق، بياخدوا شويه دقيق اسمر وتحطهم مع بعض كده، او تعمليه بدقيق ابيض بس كده ومن غير خميره، وتحط له رشه ملح ورشه سكر، ويتعمل في طاسه كبيره وفي صاجه كبيره وبيتباع جاهز. وعايز الصراحه يعني والمصداقيه ايه، تشتريه جاهز وخلاص وريح راسك، لانك عشان تعمليه في البيت هياخد منك وقت كبير قوي على فكره. بيبقى معانا بالشكل ده كده، في منه طبعا لونه ابيض، بيبقى معمول بدقيق ابيض صافي، وبيبقى في نفس الوقت بيتعمل باللون ده كده اهو. ده على فكره ممكن تعمليه سندوتشات شاورما يبقى لطيف وجميل اهو، شاورما لحمه او شاورما فراخ، سندوتشات فاهيتا زي ما انت عايز. ده الرقاق بتاعنا عشان نحافظ عليه ويبقى طري كده بالشكل ده كده، ده طبعا لازم تحطيه وتغطيه على ما تشتغلي فيه. احنا نخليه على جنب كده على ما نشوف مع بعض ازاي هنعمل شويه لحمه مفرومين ونتبلهم ونعصجهم مع بعض. لحمه مفرومه دي طبعا بتعملي مكرونه بالبشاميل. المقادير على الشاشه يا استاذه رحاب بعد اذنك. مقادير صينيه الرقاق من المطبخ المصري الجميل، رقاق طري او ناشف حسب الرغبه. الرقاق اللي معانا طري، لحمه مفرومه، بصل وتوم والبهارات بتاعتك اللطيفه الجميله، وبيض وحليب. نقطع البصلايه ناعمه كده زي الفل. خلي بالك وانت بتقطعي البصلايه لا تعوري ايدك اهو، شفتي سكينتك حاميه في ايدك زي الفل. والبصلايه لما تكون متقطعه كلها حجم واحد ما بتلاقيش بقى بصلايه في قلب اللحمه حته كبيره وحته صغيره، الجو ده مش بيعجبنا على فكره اهو. زي الفل البصلايه بالراحه خالص، انا بشغل بالراحه عشان ايه، تتعلمي مسكه السكينه وتقطعي البصله بالطريقه الصح. امهاتنا زمان ما كانوش يقطعوا البصل كده، خلي بالك. اه والله انا كنت اشوف الحاجه رحمه الله عليها تمسك البصلايه كده كده كده. بص مخرجنا الجميل، بص بص اه بص والله اه 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 الزمن الحلو ده اهو، ما كانش يتعور ده ولا اي حاجه اهو 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 شفت اه الطريقه دي اهو. ونبتدي عاملاها كده اه، اصل تقول الشيف المغازي جاي من المريخ ولا حاجه، لا خلي بالكم انا من الارض الطيبه دي اهو. شفت البصلايه جايه ازاي نازله خرزه اهي اهي اهي. تاني كمان مره كمان مره اهو اهو اهو، لا تتعور ولا اي حاجه، سمي بسم الله اهو. بصي اهو، والبصلايه ما تنزلش على البلانشه ولا اي حاجه، وميه البصلايه فيها اهو، شفتي اهو.
بصل احمر بقى ابيض اللي موجود. طبعا انا لو مسكت النجفه زي ما بيقولوا مش هقطع زي امهاتنا، خلي بالك ادي البصلايه بعد ما تقطعها. هي البصلايه اللي انا مركز فيها النهارده لان هي دي سر اللحمه المتعصجه، سر اللحمه اللي احنا هنتبلها مع بعض دلوقتي. ليك الاختيار، يا اما تحط معلقه سمنه يا اما تحط معلقه زيت. بصراحه خلونا نعملها بمعلقه سمنه، حلوه قوي. اللحمه بتاعتنا نسبه دسامه قليله، معلقه سمنه وما تكتريش كده زي الفل. ناخد البصلايه اللي احنا قطعناها دي كده، الناعمه الحلوه دي كده الله، شكل البصلايه في الطاسه تجوع. عايزه تعملي بقى طبق اومليت بالبصلايه دي، خلي شويه على جنب. عايزه تعملي طبق عجه، خلي شويه على جنب. عايزه تعملي شويه رز مفلفلين، خلي شويه على جنب. طالما دخلت المطبخ وقطعت بصلايه زي الفل. بنحط شويه ملح على البصل ده عشان عيننا ما تدمعش وعشان يتحمر معايا بسرعه. معلقه زبده صغيره اهو، زبده مع سمنه جربي. طب ليه زبده؟ بيساعد على احمرار البصله سريعا. شفت البصل ده؟ وتجيب لي عليها زوم كده هتلاقي كلهم زي بعضيهم، مفيش واحد اكبر من الثاني. انا بشوف بقى ايه؟ امهات ناس طيبين يحطوا اللحمه نيه مع البصلايه نيه على النار، انا ضد كده. خلي البصلايه تاخد كده شخصيتها، تتحمر شويه بتوابلها، وبعدين ننزل باللحمه المفرومه، هو ده المطبخ. هتحطيه كله ني في ني، مش تبقى البصله لطيفه خالص ومش تبقى حلوه. لان الوقت بتاع تسويه البصله غير تسويه اللحمه. حطينا الملح، ايه البهارات بتاعتنا يا عم الشيف للحمه المتعصجه دي؟ تعملي بقى ايه؟ فطاير، تعملي مكرونه بالبشاميل، صوص بولونيز. عارفين طبعا صوص بولونيز اللي هو صوص اللحمه المفرومه بالطماطم. طلعينا بيحط نوعين من اللحمه، اللحم الكندوز واللحم البقري، حلو، او لحم ضاني ولحم بقري مع بعض. طبعا احنا بنعمله بنوع تاني، بنوع واحد بس كفايه يعني. ولكن لازم ياخد ريحان او حبق او زعتر. التوابل دي كلها مع بعضيها تقليبه حلوه كده اهي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ البصلايه هنا بتتكلم مصر، اتغيرت اهي ريحه وشكل وطعم وكل حاجه. ننزل بالتوم يا عم الشيف. طب ليه ما نزلتش بالتوم مع البصلايه؟ لان التومه لو نزلت مع البصلايه هتسود معايا. حلو، استنى عليها كده شويه. اللحمه المفرومه بتاعتنا زي الفل، لحمه تجيبيها تفرط وسط الجزار، هتعملها حواوشي، تجيبيها خشنه شويه، هتجيبيها للمفروم تعصجيها المكرونه بشاميل، بتجيبيها خشنه لان المفرومه عند الجزار حاجتين، ناعم وخشن. حتى هو بيسالك عايزاها يا اختي ناعمه ولا خشنه. الناعم بيستخدم مثلا للايه؟ للحاجات اللي هي حشوات. الخشن لمكرونه بشاميل، صوص بولونيز، تبان شخصيه اللحمه جوه المكرونه وجوه الايه؟ الاكله اللي بنعملها. نقلب كده. المغازه علمني ايه بقى؟ عشان اللحمه دي ما تتكتلش معايا وتكلكع معايا، سواء مطلعاها من الثلاجه سواء بعصجها دلوقتي، بعمل حاجه لطيفه قوي على فكره. عندي الحله بتاعتي بتغلى على النار، فيها بوكيه جرنين من الجزر والكرفس والبصل، دي معانا يوميا ما استغناش عنها. طالما انا موجود في المطبخ هي معايا على طول. الحله دي على ايدي اليمين، تبعد من الطاسه تقريبا 50 سنتي. حلو الكلام معانا يعني اهو. باخد منها شقشاء ميه كده لطيف زي الفل. انا عايزك تشتغل زي ما انا شغال كده اهي اهي. بص الحلاوه، بص الشواق هم دول، هنحطهم في قلب اللحمه بس خلاص. وسيبي اللحمه تستوي. اذا كلكعت على مسؤوليتي هتلاقيها دلوقتي كلها زي البصلايه فيها توابلها، فيها كل حاجه. شيف مغازي، نعم يا امي، نعم يا ست الكل. لما بعمل مكرونه بشاميل او صينيه رقاق بلاقي اللحمه متفلفله او اللحمه سايبه في قلب الصينيه، ابقى شايل الرقاق كده خرطه والاقي اللحمه نازله من الناحيه الثانيه. مكرونه بشاميل بروح المطاعم، بروح للناس المتخصصه، بلاقي اللحمه كتله واحده مع المكرونه، لحمه جوه رقاق او جوه فطير تلاقي كتله واحده. ايه الموضوع؟ اسمعي مني بقى دلوقتي التركايه دي كمان في قلب اللحمه كده. شوف انا هعمل ايه بينزل لي البيون
والجوس بتاع اللي هبص عليه كده، بص على الشقاوه، بص على شقاوه المطبخ دي تركاية اهو. بعمل ايه يا عم الشيف؟ اهو هم دول، هم دول السر اهو. اهو عارفين يا عم الشيف؟ اهو في قلب الخلطه دي اهو، واقلبهم كده. ايه اللي انت عملته ده يا عم الشيف؟ دي بتلم الشمل، ربنا يلم شملنا اهو. شفت الحلاوه؟ بص اهو، انزل قلب كل ده مع بعض، خلصت. جزيئات اللحمه بقى ومسامي اللحمه اهو، خلاص جمعت اللحمه كلها مع بعضيها وخدت الطعم وزي الفل. تبتدي تحط الحشوه جوه الرقاق هتلاقيه ماسك نفسه. يبقى التركايه هنا معلقه دقيق في قلب الحشوه اهو، صغيره كده، محدش قال لك عليها قبل كده اهو. حلو، وسيب اللحمه تستوي. نجيب الصينيه بتاعت الرقاق بتاعتنا الجميله الحلوه، عشان نعمل صينيه رقاق كده بتتكلم مصر. حلو الكلام، نوسع كده. اللهم صل على النبي. معانا سمنه بلدي، باخدها كده في قلب الطاسه اسيحها شويه. حلو الكلام، وخلونا نتبل السمنه دي، خلي بالك اه اهو، شويه سمنه حلوين كده زي الفل. بحط على السمنه دي يا عم الشيف شويه حليب. الله عليك وعلى والديك، هو ده هو ده. واسيبهم على النار، بحط عليهم شويه بهارات. ما انا ما عنديش شوربه فراخ ولا شوربه لحم، انا اكتفي بشويه الحليب وشويه السمنه. حط عليهم سنه بابريكا حلوه كده، شويه بهارات حلوين، شويه ملح وشويه فلفل على السمنه والحليب. الله، صينيه رقاق للمبتدئين في المطبخ. وفرت عليك مشوار انك تروحي تاكليها عند ماما، تروحي تاكليها عند حماتك. شايف اللحمه المفرومه خدت لون وشكل ازاي؟ اهو ايه الحلاوه دي يا ابو الشيف؟ اهو ده، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اهو اللحمه استوت، وادي الحليب مع السمنه زي الفل. اسيبهم على النار كده، ممكن تحط بشة جوزة الطيب إذا أنت حابة جوزة الطيب، مفيش مشكلة، اختياري برضو حسب الرغبة. كده أنا عندي السمنة مع الحليب جاهزة، واللحمة المفرومة جاهزة، صينية الرقاق بتاعتي. بجيب مكعب زبدة صغير كده. مكعب الزبدة بقى لازمته يا عم الشيف، إذا أنت مكعب الزبدة ده بيخلي الرقاق بتاعك ياخد بصمة في أرضية الصينية ويحمر بسرعه، خلي بالك. اه تركايه صغيره خالص، مش سمنه، زبده اه في ارضيه الصينيه. اه اه شفتي؟ اه كانك بتعملي صينيه بسبوسه او صينيه كنافه. اه شفت الصينيه؟ اه اتغلفت بالزبده، دي زبده مش سمنه، تاني زبده مش سمنه. اه زي الفل. واجيب الرقاق الحلوه ده كده، اللهم صل على النبي، واحطها هنا كده يا دلعك. ونفس الموضوع اللي هو اللي في الصينيه انا حطيته دلوقتي زبده مش سمنه. لا، الزبده تخلي الرقاق يتحمر بسرعه. السؤال ده من الكنترول بيقولوا ان احنا لو حطينا زبده سمنه بدل الزبده في مشكله؟ مفيش مشكله ولا حاجه، بس وجود الزبده في تحمير صينيه كنافه، صينيه بسبوسه بالاحمرار بيساعد على احمرارها بسرعه، وخاصه مع الرقاق الطري غير الرقاق الناشف او الرقاق اللي هو بيحتاج لشوربه كتير. حلو الكلام؟ هننزل باللحمة المفرومة بتاعتنا المتعصجة دي. الله، شايفة اللحمة؟ شايفة الشقاوة؟ ايه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ مكرونة مع صوص بولونيز، حط صوص طماطم مع معلقة سكر اتحول لبولونيز. بتعملي شوية فطاير زي ما هي كده، حط عليها شوية مكسرات. بتعملي مكرونة بالبشاميل زي ما هي كده، هتبقى معاك زي الفل وهتستر معاك وتبقى تمام زي الفل. بتعملي حشوة كانانولي نفس الحشوة. بتعملي مكرونة محشية بنفس الحشوة. ننزل كده باللحمة المفرومة. الله 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 الله. حلو قوي. نعم، ممكن نستبدل اللحمة المفرومة دي يا عم الشيف بدجاج مفروم. مش هيقول لا، نفس المدرسة. الله عليك يا طيب، خليك مع الله واعملي الطيب. شفت الحلاوة؟ شفت الجمال؟ هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هو ده.
ناخد رقه من دي كده نحطها هنا كده. اللهم صل على النبي. نلم الرقات دول كده مع بعض. شفت بقى الجو ده؟ هو ده اهو. لسه ما خلصتش معايا. الزبده او السمنه والحليب بيغلوا على النار، احط شويه منهم دول كده هنا. اللهم صل على النبي. هو ده. وناخد معانا كده اهو. حلو اهو. ونجيب سكينه صغيره كده، نيجي على الاطراف دي كده. بص بقى، خلي بالك عشان ما تعورش ايدك. تشيل الاطراف دي بالراحه كده وانت بتلف الايه الصينيه. ده ما يترميش، خلي بالك، حرام. عينيه اهو، ده ما يترميش خالص اهو، زي ما هو كده اهو. علمك حاجه دلوقتي وانت معايا. خد واحده كمان، واخد واحده كمان. زي الفل. تاني تعلميها اهو. السكينه اهو تيجي على حرف الصينيه بالسكينه كده، بعيد عن ايدك خالص. تعملي صينيه جلاش نفس الطريقه دي. تعملي صينيه رقاق نفس الطريقه دي. زي ما انا شغال كده. بالراحه. تلف السكينه تحت ايدك كده في الصينيه، تقطع القطعيه دي كده. انت ايه سويت الاطراف. ده يترمي يا عم الشيف؟ لا. هنعمل ايه؟ وما احنا مع بعض نرفع كده بالراحه. اللهم صل على النبي. وناخد ده كده. انا ضد اي حاجه تترمي. حاجات بسيطه صغيره ولكن بتفرق. نرجعها تاني كده عشان نوزعها بالتساوي، ونحط برده اللي احنا قطعناه هنا. حرام ده يترمي في الزباله، حرام. ده يتشال كده بالراحه زي ما الشيف شغال كده. على مسؤوليتي. ونقلبها عليها كده زي كل ده. لما يستوي دلوقتي ونعمله الخلطه بتاعته هيعجبك قوي. زي الفل يا عم الشيف. نرجع للخلطه بتاعتنا الجميله اهي. شويه الزبده مع او السمنه اللي ما احنا حطيناهم مع بعض، بنحط عليهم تاني شويه حليب. حلو. ونقلبهم مع بعض. ظبطناهم بالتوابل اهو. وينزل كده. هو ده. اللهم صل على النبي. تعلمي بقى التركيه اللي جايه دي، هتعجبك قوي على فكره. كل ده هيشربوا الرواق باذن الله. حلو قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما هي كده بالسكينه. في درجه حراره 180 بتدخل صينيه الرواق دي، هتاكل صوابعك وراها، تطلع من الفرن شربانه. السمنه مع الحليب مع التوابل، اللحمه المفرومه جواها ماسكه نفسها، لها شخصيتها بالتركيه بتاعتنا. ونشوف صينيه الرواق بعد ما تطلع من الفرن. التايم بتاعنا قد ايه يا عم الشيف؟ 30 دقيقه باذن الله تعالى. اهي زي الفل. يلا نصلي على الحبيب. خلينا ندخلها الفرن مع بعض. اللهم صل على النبي. اهي دي مكانها فين مخرجنا الجميل؟ مكانها فين؟ فوق ولا تحت؟ ده سؤال مهم جدا. بعد التعب والشقا ده نحطها في الفرن غلط. هو ده هو ده. حلو الكلام. زي ما هي كده، لان لو حطيتها على الشبكه يا اختي، لو حطيتها على الشبكه ممكن الوش يحمر قبل ما كله يستوي مع بعضه. هنخليها في الفرن كده في درجه حراره 180، هنشوف صينيه رواق طريه لطيفه زي الفل. ولكن عايز اقول لحضراتكم ان النهارده معايا سلطه البنجر، وسلطه البرجر صديقه الطفوله، دايما بنشوفها في المطاعم الفاست فود اللي هو الوجبات السريعه، ولكن خلينا نعملها في البيت بطعم مختلف. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوا. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لسلطه البنجر. دايما بنشتريها من بره. أنا عايزك تجيب البنجر يتغسل كويس، والبنجر من الدرنيات زيه زي البطاطس، زي البطاطا، زي الجزر، زي اللفت، زي الفجل. درنيات يعني الثمرة بنحصدها من جوه بطن الأرض، هي دي الدرنيات. تاني، درنيات يعني الثمرة اللي بنحصدها من بطن الأرض، من تحت الأرض، زي الجزر، زي البنجر، زي اللفت، زي الفجل. الحاجات دي كلها مهمة جدا. البطاطس، البطاطا، كل ده.
تعالوا ناخدها نغسلها كويس ونعملها سلطه مع بعض لطيفه وجميله. والمبتدئين في المطبخ وسلطه البرجر ممكن نعملها حلو، ممكن نعمله عصير، ممكن ندخله ببعض الحلويات. خلينا نشوف نعملها مع بعض النهارده بتفاصيلها الصغيره. برجر انا حابب احط لها شويه توم ادعمها، التوم قيمته الغذائيه عاليه جدا وبينشط الكوليسترول، بيخلصنا من الكوليسترول من داخل الجسم والشرايين الدقيقه. معانا بقدونس مفروم ناعم، سنه شبت صغيره، زيت زيتون وعصير ليمون ومعلقه سكر ومعلقه ملح، الاثنين مع بعض عمليه توازن. هناخد البنجر بتاعنا ده كده نقطعه. في تقطيعتك للبنجر بقى مفيد جدا على فكره. بص ازاي بالسكينه كده، ولازم يبقى رقيق جدا، انا ما بحبش البنجر التخينه. انا احبها كده. ممكن تبشريه، خلي بالك في طريقه تانية البنجر ده يتبشر، هنشوفها مع بعض دلوقتي. في حاجات من السلطات احنا بنحب نشتريها من بره، صدقوني بجد. يعني انت ممكن تعملي سلطه خيار باللبن، بالزبادي في البيت، انما البرجر عندك سلطه برجر يا فلان، اديني اتنين برجر. ليه؟ تعمليه في البيت يا ست الكل. بالعكس، ده انت ممكن تعملي كميه كبيره وتحطها في الثلاجه، وده روحه طويله شويه في الثلاجه. عكس لما تعملي سلطه فيها توم وفيها حاجات تانية، الخيار مثلا بيدبل بسرعه معاك، البرجر روحه طويله في قلب الثلاجه. ممكن على فكره حطيه كده بالتقطيعه بتاعته وقطعيه وقت ما انت حابه تعمليه برضه. سكينتي كده تحت ايدك اهو، التقطيعه دي مطلوب. الاحمرار اللي في البلانشه ده خلي بالك ما يخوفكيش، بمجرد ما تحطيها على الحوض وتغسليها مش هتلاقي له اي اثر. البرجر بريء من لونه، يعني هو لون بس، انه ممكن في ثواني يطلع من ايدك ويطلع من البلانشه عادي خالص. الاولاد بيحبوه الصغيرين علشان طبعا بيعلم في شفايفهم هم بياكلوه، فحاجه حلوه يعني. والبرجر مفيد لعلاج الانيميا، غني بالمعادن، غني بالحديد، الياف، مشاكل الامساك، السكريات بتاعته طبعا كلنا عارفين سكر البنجر. شفتي؟ زي الفل. التقطيعة دي مهمة جدا، خلي بالك لازم احس بالجرشة وانا باكل البنجر. اخد الشوية الصغيرين دولت واخلي الكبيرة دي ازين بها الطبق. وخلي دايما البنجر عندك في التلاجة، اخواننا الصينيين واللبنانيين بيلعبوا دور كبير بيه في تزيين الاطباق، في البرزنتيشن بتاع الطبق. يعملوه وردة، يعملوه زهرة، لونه بيبقى حلو خاصة لما تحط في مية وهو ني. شفت كده؟ زي الفل. هناخد البنجر بعد التقطيعة دي يا عم الشيف، تعالوا نشوف هنتبله ازاي. مدارس مختلفة بقى. بعد ما اخليها زي ما هي كده واحط لها عليها شوية زيت زيتون وشكرا، بعد بيحط عليها معلقه سكر زي الفل. يا نعم. زي الفل تمام. ممكن ان احنا نحط عليه شويه عصره ليمون حسب الرغبه. حلو قوي. هنخلي البلانشه معانا عشان ما ينفعش ان احنا نستهلك كذا بلانشه بنفس اللون. انا بقى حابب اعمله بطعم تاني خالص. شويه بقدونس حلوين، حاجه جديده. هيقول لا ابدا، انت بتشوفيه طبعا في المحلات من غير بقدونس، سنه شبت صغيره هتاخده في طعم تاني خالص اهو زي الفل. اشيل دول من هنا تمام. عينيا نبص على الرقاق، الرقاق بيتكلم مصري اهو، بياخد وقته بالسوى. جيب تفاصيل الرقاق والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. ايه الصوره الجميله اللي على الشاشه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ شفت الرقاق؟ شفت طريقه للاحمرار؟ ايه الجمال والحلاوه دي يا عم الشيف؟ الله حلو. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. صينيه رقاق في الفرن بتتكلم مصري. طيب تعالوا مع بعض، احنا ما زلنا في البنجر بتاعنا، هنحط عليه شويه زيت زيتون. الاختيار ليكي بقى، دي ميزه انك تعملي طبق سلطه في البيت، ما بتبقيش مجبوره انك تاكليه بالطعم اللي جاي او اللي معمول في المحل. زيت زيتون بيدي لمعه، بيدي شماخه، بيدي شخصيه للسلطه. حلو قوي. بهاراتك ايه يا عم الشيف السلطه دي؟ للامانه وانا معاك اهو، الامانه احط شويه فلفل عشان يدي سنه سبايسي شويه، لان البنجر من الحاجات اللي باكلها سكريات، باكل معلقه التانية ما بقدرش اتحمل، ورشه ملح حيات صغيره زي الفل. اوف اوف اوف. وهنحط معلقه سكر صغيره، اللهم صل على النبي، مع عصره الليمون اللطيفه. وادي عصره الليمون الحلوه. حلوه كده السلطه معايا جاهزه. لا خالص. وتعالوا مع بعض نحط يا عم الشيف، نحط فص توم نايل.
بس ايه اللي جاب السمان للبرجر يعني ده الاثنين لون واحد مستحيل يعني عارف انا بفكر في الموضوع مش قادر استوعب لا لا حلو بيقول لي في الكنترول تحط سماعه مع البرجر زي اللي بيحط سماعه التبوله والله التبوله بتزعل ده مقدمه شكوى للامم الافريقيه والله التبوله تحط عليها سماعه لا لا دي بقى يعني عارف ما لا تعقل ابدا سماعه يتحط على الفتوش كمون يتحط على التبوله طبعا الحاجات في حاجات يا اخوانا لازم في يعني ما ينفعش اغير شوربه العدس المصريه لها اصولها يعني ممكن نحط جزرايه ولكن لونها معروف ما اشربش شوربه عدس لونها اخضر لونها بنفسجي حتى لها سبانخ ما بقتش عدس مثلا يعني الكشري معروف التبوله يعني بهار حلو اللي هي الكبوبة الصيني مع زيت زيتون وعصير حامض خلص الكلام وما تحطش رز لا تحط برغل ناعم مش برغل خشن كمان وتتزين بالخس وبالنعناع فتوش ابوه وعمه وابن خالته وابن العيله السماه ده عنوان الفتوش مع الخبزه المقرمشه المحمصه خلص الكلام في سلطات ما ينفعش ان احنا نطور فيها ولا نلعب فيها عشان ما تزعلش مننا معانا التوم معانا البنجر معانا زيت الزيتون معانا عصير الليمون كل ده في التتبيله لازم هنا اتدخل بايديا لان لازم دول كلهم مع بعض كده كده والبنجر ياخد نفس الطعم تعالوا نغرفها بقى انت عملت السلطه زي الفل يا شيف لو انا قدمتها على السفره كده شكلها مش حلو بالامانه ايه ده سلطه بنجر لا تعالوا نغرفها بطريقه حلوه بقى زي الفل كده تفتح النفس واحنا مع بعض حالا دلوقتي تمام نطلع فاصل ولا نغرف يا شباب قولوا لي طيب حاضر تمام تعالوا مع بعض نغرفها غرفه حلوه كده مع بعض هنجيب سرفيس حلو ودايما طبق السلطه أنا بعتبره لوحة فنية لكل أم لكل ست بتتابعني لكل اللي حابب يخش المطبخ فرصة ليكي برهان للحب معطياته حاجات بسيطة وسهلة ما كنا اتعلمنا في الثانوية العامة وفي الإعدادية المسألة معطيات وبرهان ومطلوب إثباته حلو الكلام؟ فإحنا معطياتك بنجر وشوية توابل وشوية حاجات حلو الكلام؟ تعالوا مع بعض نغرفها إزاي ادي كابوتشا البيضه الحلوه دي كده الله فرصه ناخدها كده حلو قوي يا عم الشيف تسلم ايدك حطهم هنا كده وناخد الكابوتشا الحمراء دي كده طب احنا خلي بالكم دي كانت معانا امبارح ما اترمتش موجوده معانا وتقعد معايا اسبوع طول ما هي موجوده عندي في المطبخ بستخدمها في حاجات كتير شفت بعمل ايه الله عليك شفت الحلاوه حطي فيها جمبري كوكتيل ماشي تحطي فيها سلطه البنجر ماشي تعملي تبوله وتحطها فيها ماشي تعملي فتوش وتحطها فيها ماشي والله العظيم حاجات وافكار بسيطه زي دايما ما بقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد هنخليها زي ما هي كده حلو الكلام تمام خليها بالشكل ده كده حلو تمام ناخد واحده كمان الصوت يعني جميل جدا نحط دي كده في او زي الفل نكمل مع بعض ناخد بيت الكرومبايه دي احنا مع بعض لوحه فنيه خلي بقى جوزك يجي من بره كده عامله له سفره حلوه قوي ويلاقي طبق السلطه ده كده على طول هيترجم له انك انت داخله المطبخ بمزاج وبحب والصوره بتعبر عن حاجات كتيره قوي على فكره عالم الصحافة والصحافة السلطة القوية يقول لك بالصورة بتعبر عن 1000 كلمة لا احنا معانا بقى على شاشة القناة الأولى بتعبر بمليون كلمة الجرجير الحلو ده كده تقطع كده طبق السلطة يتحط على السفرة هي بنجر بس شوفي بقى متعددات البنجر هناخد الجرجير ده كده يا عم الشيف تحط كده في الطبق ده كده الله الله عليك ونحط دي كده زي الفل ونغرف السلطه بتاعتنا الحلوه دي كده بالمعلقه في قلب الحاجات دي كده اللهم صل على النبي الله شفت البنجر نازل مبسوط ازاي فرحان زي العروسه لما نحطها في الكوشه كده يوم عرسها كوش بنجر لطيف وجميل تبلناه في قلب الموضوع ده هنا زي الفل الله حلو
طريقة الغرف مهمة جدا، البرزنتيشن اللي هو الديكور اللي هو الشكل مهم جدا في كل المطابخ بقى. نحطهم هنا كلهم ونعمل تاتش بسيط كده، شفت الجو ده كده؟ شويه الميه دول ينزلوا على الكرنب كده، التاتش ده اللي هي ننزل كده زي الفل كده. انا خلصت السلطه بتاعتي حلوه معايا. نعم معايا حبيت بنجر اهي. ناخد البنجرية دي كده. عايز تشوف الرقاق؟ انا جاهز جاهز. انت عاجبك شكل الرقاق وهو في الفرن؟ انا عارف اهو، شفت البنجر ده كده اهو اخوانا. طب ناخد بعضنا ونطلع فاصل يا شباب. يلا خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وسيبونا عيش مع طبق السلطه ده، لانه لو قعد قدامي ساعه زمن هياخد منه صوره جديده. كل ما طبق السلطه قاعد معايا والسكينه معايا انا بعمل شكل جديد. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لطبق سلطة لوحة فنية. أنا بقول طبق السلطة دايماً لما بتيجي سيرته ولما يجي وقته نتكلم عنه. أنا بسميه اللوحة الفنية اللي بتبرهن حبك للمطبخ، حبك لأسرتك، حبك لضيوفك اللي جايين لك، حتى لو من أفراد العائلة، حماتك، ماما، حد من أفراد زوجك، أفراد عائلتك. طبق السلطة حاجة بسيطة مش مكلفة، ولكن طريقة التقطيع طريقة التقديم بتعبر عن حاجات كتير قوي. تعالوا مع بعض نشوف صينية الرقاق اللي في الفرن، عشان معانا طبق مهلبية، وطبق المهلبية بيختلف من بيت لبيت ومن محل حلويات لمحل حلويات بالفليفر والطعم والسماكة والقوام. نشوف الرقاق مع بعض. لا ما تقوليش بقى، ما تقوليش بقى، الصورة تتحدث عن نفسها. وتعني مليون كلمة، خاصة على شاشة القناة الأولى. شفت التفاصيل الصغيرة الرقاق وحماره وجماله؟ السر في معلقة الزبد مع الحليب. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ ده اللون ده يعني الواحد لازم يجوع. وشوف التفاصيل اللي جوه بقى، اللحمة متعصجة إزاي؟ عيني أهو، حاضر أطلعها لك من الفرن حالا دلوقتي. حاضر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. أوف أوف أوف. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هي مش محتاجه حاجه خالص خالص. اللهم صل على النبي. شفت الحلاوه؟ شفت الجمال؟ عينيا. لا يا عايزني اشوف لك من الصينيه؟ عينيا. لا موجود يا باشا كل حاجه، المال الحلال ربنا مبارك فيه. مخرجنا عايزني اقطع حته من قلبيها. اللهم صل على النبي. سامع الصوت ده؟ سامع الصوت ده؟ سامع الصوت ده؟ الصوت ده له حاجات كتيرة أوي، تفاصيل كتيرة أوي، مدفوع فيه حاجات كتيرة أوي. سامع الصوت ده؟ عينيا. أجيب طبق التقديم؟ حاضر يا باشا. هناكل؟ هتسمح لي آكل على الهوا؟ أنا ما عنديش مشكلة. الله. بتعمل في وقت قياسي. يا غالي اهو اهو يا حبيب قلبي، حبيب هارتي من جوه. اللهم صل على النبي. طبعا الرقاق زي المكرونه البشاميل، زيه زي اي باستا بتتعمل، تبرد تقطع منها وتاكل. طبعا بنقطعها وهي سخنه.
شفت شويه المفروم دول اهو تحت كده هم اهو اهو داري جمالك داري حلاوتك اهو الف انا وشايف. طبعا مفيش مانع انت على السفره تعملي حاجه حلوه اهو على فكره، طبق زي ده كده وقدمت قطعه من دي كده، كل القصه بتاخد الطماطميه الحلوه دي كده برضو نتعلم فرصه حلوه، قطعه من الجلاش، قطعه من الرقاق اللي انا عملته دلوقتي، قطعه من مكرونه البشاميل. طريقه التقديم مهمه جدا اهو، ورده بالطماطم، والطماطميه دي ما تترميش على فكره اهي زي ما هي في ايدي اهو اهو، هخليها كده اهو قبل ما تنزل اجي كده بالسكينه اهو اهو. حلو، الله عليك يا عم الشيف، الله عليك وعلى والديك اهو. وناخد الورده الحلوه دي كده، والله العظيم حاجات بسيطه ولكن بتاخدنا في مكان تاني خالص اهو. التاتش ده عندك شويه جرجير حطيهم. روحي مطعم بقى وكلي المثلث الجلاش ده ومثلث الرقاق ده كده، شوف هتدفعي فيه كام بالطعم والتست ده كده. قرن فلفل حار، جوزك بيحب الحار ما تحرمهوش. زي الفل، الف هنا وشفا. تعالوا مع بعض نعمل شويه مهلبيه مع بعض كده بتفاصيل صغيره ولكن بالتاكيد هيكون طعمهم مختلف. تعملي حلو زي ما انا هشتغل دلوقتي، اكيد طبعا بتغيري الجلافز اللي انا لابسه، تغسلي ايدك عشان مشاكل التوم، مشاكل البصل. معانا حليب بيغلي على النار، معانا نشا، معانا سكر، معانا فانيليا، معانا قرفه، معانا جوز الهند. مقادير بسيطه وسهله، تفاصيل صغيره، المعنى كبير والطعم جديد. عينيا مهم جدا. اللهم صل على النبي. خلينا احط مكان تقطيع ال 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 ده مكان تقطيع بس عشان انا ايه ما احبش الصينيه تبقى فاضيه كده. انت حبيبي. انت اللي قلت لي طعم. حبيبي. تعالوا مع بعض نعمل المهلبيه. معانا الحليب ومعانا النشا بتاعنا اللطيف زي الفل. الحليب بيغلي على النار، والنشا والسكر ده الطبيعي، القرفه بتاعتنا والفانيليا والسكر. ميزة انك تعملي حلو في البيت يا ست الكل يا امي يا خالتي انك بتتحكمي في السكريات بتاعتك. حماتك عندك، بابا، حد من العائلة معاه مشكلة مع السكر هتمنعي السكر ببساطة خالص اهو، هتستبدلي السكر بعسل وليكن مثلا. نقلب كده الحليب ونتأكد ان السكر داب في قلب الحليب، نزلنا بطعم الفانيليا. انا من عشاق المهلبيه لما نحط لها جوز الهند، وجوز الهند يدوب مع الحليب شويه كده، ما تكتريش قوي اهو. ما انا ما بحبش جوز الهند اللي بتبقى على وش الحلويات وخش ده بتفصلني. عايزها تدوب كده في قلب الحليب زي السحلب. حلو الكلام. ناخد شويه الحليب اللي عندنا دول مع شويه النشا وندوبهم. اللهم صل على النبي. فين الحليب يا عم الشيف؟ اوعى تنزلي بالنشا على حليب بيغلي ولا دقيق على حليب بيغلي، خلي بالك. هيكلكع، علل ولماذا؟ خرجنا بيسال بيقول لي ليه؟ طبيعي هيكلكع مننا، هتقول لي نشا برضه النشا هيكلكع. النشا لو حطيناه يعني حليب سخن مفيش مشكله، او ميه سخنه مفيش مشكله. دافيه يعني عكس الدقيق. ندوب كده. طب انا دوبت نشا يا شيف مغازف حليب وخدت الكميه اللي انا عايزاها ما ظبطتش معايا يعني، وباقي عندي شويه نشا بشويه حليب، ده بيحصل في بيوتنا كلنا، ده الطبيعي. اعمل ايه؟ ارميهم؟ لا، حطهم في الثلاجه. تعملي شوربه سي فود هتديكي قوام وشخصيه. تعملي شوربه طماطم هتديكي قوام وشخصيه. اي نوع من الشرب هتديكي قوام وشخصيه ما عدا شوربه العدس. حذاري انك تحط لها نشا. كده بتزعليها منك. وانا اللي فاكر النار مولعه. حلو الكلام. يقلب كده. وارفع ايدي. اديكي نصيحه بقى يا ست الكل، يا عروسه، يا لسه مبتدئه في المطبخ، ريحه الفانيليا في المطبخ لطيفه وجميله، بتطلع على الصالون ريحه الفانيليا بحبها قوي،
خاصة لما تبقى في الحليب بتغلي أو طالعة من ريحة الكيكة مع برتقان. أقول لك على سر خطير، حذاري إنك ترفعي المهلبية أو الرز بلبن من النار قبل ما يبكبك قدامك. إيدك تقلي تزودي شوية حليب. وأنا بقلب كده أهو. ما تتشغليش عنها، لأن ده لو شاط منك ملوش علاج. الحليب لو شاط على النار ده شوية حليب بس بينزلوا على عيد البوتاجاز، البيت كله بيتقلب ريحة إيه؟ شياط وريحة حليب بيغلى على النار. واللي طلع على السلم وجوزك جاي بالصدفة، إيه الريحة دي؟ حرقت اللبن؟ حرقت الحليب؟ وهكذا. ده أنا بعمل لك مهلبية بعمل ولا هيسمع. هو خلي بالك أقلب كده بدأ القوام يتقل معايا هتحتاج شوية تاني هنزل بيهم تاني وأقلب والله العظيم لغاية دلوقتي الشوية المهلبية ما بيظبطوش في البيت، أتكلم الصراحة. وبتسأل على السوشيال ميديا، شوف مغاز المهلبية بتطلعش زي بتاعت حماتي، المهلبية بتطلعش زي بتاعت ماما، أعمل إيه؟ زي ما أنا شغال كده سايب كل اللي في إيدي، بس السفرة بتاعتي جاهزة. مخرجنا قال لي وقتك خلص، مش بفرش معايا. وفي نفس ايه الجمال، وفي نفس الوقت كمان انت ما معكيش مخرج بقى في البيت ولا لا، مع نفسك انت مملكتك اسرتك. طلعت المهلبيه، بص على القوام. الله. شوف القوام. دول ما يترموش، خلي بالك. اللهم صل على النبي. ادي اوعى تكون المغرفه دي غرفه بيها شوربه فيها بصل ولا توم، ازعل منك. بص على القوام. الله. اروح بقى في عند الكريم يعني. النور خلي بالك معايا في الاستوديو النهارده حبيبي، بوحشني والله. شفت الحلاوه. ناخد المهلبيه الغرفه، يلا بينا بالقرفه، ولا عايزها بجوز الهند، ولا عايزها بالحبان، ولا عايزها بالفانيليا، زي ما انت عايز. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ حطها في الثلاجه ساعه زمن. بس اقول لكم على الصراحه يعني، انا بحب اكل مهلبيه سخنه، ما اعيش فينه. برجع لزمن الطفوله، ويا ليته مع زمن الطفوله. عايزها بجوز الهند؟ حطي جوز الهند. عينيا. حاضر عينيا، واحط لك قرفه ناعمه كمان. كده كده جو حلو. ليه نشتري حلويات من بره اذا احنا بنقدر نعمل الحاجه دي في البيت؟ ثلاثة تعريفه والله العظيم. تروح تجيبي دسه جاتوه وما انتش عارفه بقى البيض اللي محطوط فيها ده قديم ولا جديد، حاجات كتيره تفاصيل مش عايز اتكلم فيها. والله العظيم بكلمكم، احنا اسره واحده. دايما بيقولوا يا شيف مغازي اللي بتيجي على القناه الاولى بنحس ان انت قاعد معانا جوه البيت، بتتكلم بصوتنا وبتتكلم بلساننا وبتتكلم بنفسنا. مهلبيه لطيفه جميله بتتكلم مصري، صينيه رقاق جميله من المطبخ المصري والمطبخ الصعيدي الجميل. طبعا انتوا بتعملوا احسن مني الامهات اللي ربنا يديهم الصحه. معانا سلطه البنجر الجميله، تفاصيلها حاجات بسيطه ولكن على السفره لوحه فنيه، برهان كبير للحب وللشوق وان احنا مهتمين بضيوفنا، مهتمين باسرتنا. يعني نقول رؤيه، فن، ابداع، كمان تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.